في إطار خطط التدريب والتأهيل المتواصل للجيش العربي السوري، افتتحت في وحدات من القوات المسلحة المرحلة التدريبية للملتحقين حديثا. سنقوم بتدريب تأهيل وإعداد المقاتل عسكريا، فبالتدريب تتحقق الكفاءة ويتحقق الجاهزية القتالية الكاملة ويتحقق النصر. الاستعداد لخوض المعارك للمزيد من العمل لتكوين وصقل المهارات والخبرات يجعل من المتدربين مقاتلين أكفاء قادرين على تحقيق النصر مهما اشتدت صعوبة المعارك وحدتها. نحن هنا في هذا التشكيل نقوم على التدريب على كافة أنواع الأسلحة وفي ظروف مناسبة لظروف الحرب، ونقوم أيضا على خلق الانسجام بين جميع الوحدات والصنوف قوات لتحقيق أعظم الانتصارات في أرض المعركة. التدريب على مختلف صنوف الأسلحة والتأهيل العالي الذي يتلقاه المقاتل يجعل منه أكثر قدرة على استثمار سلاحه بالشكل الأمثل وتحقيق الأمل المرجو. نحن الآن في معسكر تدريبي مغلق، نقوم بالتدريب على كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة لنكون جاهزين لتنفيذ أي مهمة توكل إلينا لتحرير أرض سوريا الحبيبة من رجس الإرهاب. تكمن أهمية التدريب في تقويض الثقة بين المقاتلين في استخدام السلاح والعتاد والذخيرة لاستخدامها بالشكل الجيد والممتاز في أرض المعركة للقضاء على آخر الإرهابيين في الجمهورية العربية السورية. دورات تدريبية تنتهي ودورات مستمرة وأخرى تبدأ ليكون الجيش العربي السوري على موعد مع التجديد دائما في مهاراته وخبراته، مما سيعزز من انتصاراته في القادم من الأيام.